بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حصة اللغة العربية بمدرسة المجتمع الخاصة للبنات، ونتمنى لكم المتعة والإفادة مع تحيات طلاب الصف الرابع. عزيزاتي طالبات الصف الرابع، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. لغتي العربية هي لغة الحضارة الإسلامية، فلغتي هويتي. للوقاية من فيروس كورونا، كيف أحافظ على سلامتي وسلامة أصدقائي؟ يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر، يمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر. الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، غسل وتعقيم اليدين بشكل دوري. في حصة اللغة العربية لسلامة معلوماتكم وفهم الدرس جيدا، انتبهي لمعلمتك، استعدي وضعي كتبك وأدواتك بشكل منظم، واجلسي جلسة صحيحة، انطلقي وشاركي واجيبي عن الأسئلة. تتحدث قيمتنا الأسبوعية عن احترام الكبير، فقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باحترام الكبير حينما قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لا أتكلم ومعلمتي تشرح. لا أتحدث إلى زميلتي وقت الاستماع. سأصغي جيدا لشرح معلمتي الحبيبة. سأكون عند حسن ظن معلمتي بي. سأكون مهذبة ولا أحدث ضغبا. هيا حبيبتي، قومي بتحديد الصفة بالجملة التالية: اشترى حمدا كرة صغيرة. صغيرة هي الصفة، لقد وصفنا الكرة بأنها صغيرة. هيا حبيبتي، أوقفي عمل الجهاز وقومي بقراءة ثلاث كلمات من لوحة القراءة. رؤية الوزارة: الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. هيا نستمع معا إلى رؤية المدرسة. رؤية المدرسة: إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. ما عنوان درسنا السابق؟ أحسنتم، إنه النداء. وماذا يريد الأرنب من صديقه سلحوف كما سمعنا في الفيديو بالأمس؟ إنه يريده أن يلعب معه. ماذا نسمى الأسلوب الذي يبدأ بحرف الياء؟ أسلوب النداء. وما هي جملة النداء؟ سنستكمل اليوم الجزء الثاني من درس النداء. أهدافنا لهذا اليوم أن تحدد الطالبة عناصر أسلوب النداء تحديدا صحيحا، أن توظف الطالبة ياء النداء في جملة من إنشائها توظيفا صحيحا. هيا نقرأ معا هذه الآيات: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فلما أتاها نودي يا موسى. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. ما أداة النداء المستخدمة في الجمل السابقة؟ أحسنتم، إنها الأداة الياء. أين المنادى في الجمل وما جواب النداء في هذه الجمل؟ ماذا نسمى الجملة التي تقع بعد المنادى؟ هل تم معنى الجملة بدونها؟ وما المعنى الذي يدل عليه؟ نجد أن أداة النداء في الجملة الأولى هي الياء، والمنادى آدم. جملة جواب النداء، وهي الجملة التي يتم بها معنى الجملة: أنبئهم بأسمائهم، أي ما طلبناه من المنادى أن ينبئهم بأسمائهم، أي يخبرهم بأسمائهم. الجملة الثانية: أداة النداء الياء، المنادى نوح، إنه ليس من أهلك، جواب النداء. الجملة الثالثة: أداة النداء الياء، يحيى،
المنادى خذ الكتاب بقوة، جواب النداء. فلما أتاها نودي يا موسى، أداة النداء الياء المنادى موسى. يا بني، الأداة الياء المنادى بني. إن الله اصطفى لكم الدين، جواب النداء. هيا حبيبتي افتحي الكتاب صفحة 112 وقومي بحل التدريب رقم 3. ضعي جواب للنداء مكان الفراغات في الجمل الآتية: يا ناصر، أحسنتم، أطع والديك. يا هند، نجد أن المنادى هنا مؤنث، يجب علينا أن نجعل الفعل في صيغة المؤنث. ساعدي أمك في أعمال البيت. يا سائق السيارة، فالمنادى هنا مذكر، لا تتهور في القيادة. ننتقل إلى السؤال رقم 4: الحفاظ على نظافة البيت، طاعة الوالدين، ترك الكسل. عبر عن المعاني السابقة باستخدام أسلوب النداء. يجب أن نضع أداة للنداء منادى جوابا للنداء. هيا. يا حمد، حافظ على نظافة البيت. نجد أن أداة النداء الياء حمد منادى، حافظ على نظافة البيت جواب النداء، وهو ما نطلبه من المنادى أن يقوم بفعله. طاعة الوالدين. يا خالد، أطع والديك. قومي حبيبتي بالتعبير عن ترك الكسل باستخدام أسلوب النداء بمفرده. هيا نكمل هذه الجملة بمنادى مناسب: يا طالب العلم، أدي واجبك. أكملي الجمل الآتية بمنادى مناسب: يا خالد، حافظ على أداء الصلاة في وقتها. ننظر إلى الفعل ثم بناء عليه نقوم بتحديد المنادى. حافظ يدل أن المنادى مذكر: يا خالد، يا محمد، يا فراق، ساعدي. ساعدي يدل الفعل أن المنادى مؤنث. يا عائشة، ساعدي أمك في تنظيف المنزل. يا محمد، المنادى مذكر، إذن الفعل يأتي في صيغة المذكر. يا محمد، اكتب واجباتك أول بأول. أسلوب النداء يتكون من حرف النداء وهو الياء، ومنادى وهو اسم ظاهر، وجواب النداء وهو جملة تدل على الفعل الذي نريد من المنادي أن يقوم به. طاعة الوالدين. يا أطفال، أطيعوا والديكم. عبري عن الصورة التالية بأسلوب نداء مناسب: يا فتى، اعتني بالزهور. يا أطفال، ساعدوا الفقراء. هيا نقوم بهذه اللعبة معا. يا أخي، العب معي. أين أداة النداء؟ هي الياء. أخي منادى، جواب النداء العب معي.
أداة النداء، أحسنتم. المنادى، أحمد. يا أخي العب معي. جملة أسلوب النداء، أسلوب النداء يا ليلى أحضري الألعاب. سامر منادى، اكتب واجبك جواب النداء. أداة النداء ياء. جواب النداء اغسل وجهك. الواجب اليوم هو حل الواجب المرفق على منصة التعليم الإلكتروني. انتهت حصتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في رعاية الله وأمنه.